تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة للزلزال الذي شهدته بعض عمالات وأقاليم المملكة يوم 8 شتنبر 2023 أنه إلى حدود الساعة 7:30 مساء استقر عدد الوفيات في 2122 شخص وعدد الجرحى في 2421 شخص. من جهة أخرى، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته في الموضوع، وعبر عن خالص تشكرات المملكة المغربية للبلدان الصديقة والشقيقة التي أبدت تضامنها مع الشعب المغربي، والتي أكدت العديد منها استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الظرفية الاستثنائية. وفي إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييماً دقيقاً للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية. وعلى أساس ذلك استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. وباعتماد نفس نهج التنسيق وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت هذه الفرق اليوم 11 شتنبر الجاري في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية. هذا ويمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من طرف دول أخرى صديقة حسب احتياجات كل مرحلة على حدة. من هذا المنطلق تؤكد المملكة المغربية ترحيبها بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم، والتي تؤكد مدى احترام هذه الدول واعترافها بالالتزام الراسخ للمغرب ومساهماته العديدة في مجال الدعم الإنساني الدولي، والتي تتم وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.